وللمزيد حول الجدل الدائر والمتصاعد بين شركاء العملية السياسية حول القانون الذي سينظم الانتخابات المقبلة وهدف كل فريق من التعديلات التي يقترحها، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم، حياكم الله. أستاذ لبيد، ما هو تفسيركم للجدل المستمر والمتصاعد بين أحزاب العملية السياسية بشأن المادة الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية في القانون والذي يناقش أو يناقش الآن بشأن الانتخابات المقبلة؟ الرحمن الرحيم. الجدل يدور حول المادة 15 على ما أعتقد، وهذه المادة تتضمن أن يكون القضاء هو دائرة انتخابية، وكذلك أن تكون كل 100,000 نسمة يكون لها نائب يمثلها، وتتفرع هذه المادة تتشعب إلى مسألة تتطرق إلى المناطق المختلطة أو المتنازع عليها. إذا يكون القضاء مثلا قضاء عدد سكانه أقل من 100,000 نسمة، ففي هذه الحالة يدمج مع القضاء المجاور. هنا تبرز مشكلة المناطق المتنازع عليها، على اعتبار أنه إذا كان القضاء قليل السكان غالبيته كردية ويندمج مع قضاء آخر غالبيته عربية أو العكس، فيؤدي إلى هضم من الناحية من المنطلقات القومية والعرقية وهلم جرى. فهذه المادة فيها كثير التباسات، لكن الحقيقة عدم رضا الأحزاب الكبيرة من القانون بصورة عامة، لأنه رغم كثير من العيوب التي اثرت هذا القانون، إلا أنه من بمقارنة بالقانون السابق القانون السابق يعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، وبالتالي الأحزاب كانت لها أكثر الحظوظ في الفوز بالانتخابات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كان يعتبر يفرض على الناخب أو المرشح أن يكون ضمن قائمة انتخابية حتى يحق له المشاركة بالانتخابات. هذان الشرطان ألغاهما القانون الجديد، وإلغاء هذين القانونين هذين الشرطين يؤدي بالحقيقة إلى حظوظ أكبر للناخبين المستقلين على حساب فوز الأحزاب. طيب، يعني العراق ومنذ عام 2003 وبعد الاحتلال الأمريكي شهد 4 دورات انتخابية بنفس الدوائر المنصوص عليها في القانون الذي يتم تعديله الآن. ما الذي طرأ على العراق حتى يتم تعديل الدوائر؟ عملية التعديل جاءت نتيجة ضغط المتظاهرين، لأنه القانون القائم حتى يومنا هذا قبل التعديل كما ذكرت يتيح فرصة كبيرة لفوز نفس الأحزاب، يعني إعادة إنتاج نفس الأحزاب التي فازت في خلال الدورات الماضية يعاد إنتاجها مرة أخرى، وهذا هو بالحقيقة ما حصل. ولم تكن هناك أي فرصة سانحة للمستقلين للفوز إلا عدد نادر قليل من المستقلين الذين لم يكن لهم أي تأثير في داخل البرلمان وفي العملية السياسية. فتذمر الناخبين والشعب العراقي أو المتظاهرين والشعب العراقي من هذه العملية المكرورة هو الذي دفع إلى البرلمان إلى محاولة تعديل الانتخابات تحت ضغط الاحتجاجات. لكن كما ذكرنا القانون فيه عيوب كثيرة وهناك تفاصيل كثيرة حول ذلك، من بين هذه العيوب أن الكثير من الأقضية ستذهب إلى زعماء العشائر وإلى بعض التيارات مثل التيار الصدري، يعني له حظوظ أكبر في المناطق الصغيرة. هناك مسألة أخرى أنه المتظاهرون طالبوا بحرمان الأحزاب التي تمتلك ميليشيات مسلحة من المشاركة بالانتخابات، لم يلبى هذا الطلب، وبالتالي فأن هذه الأحزاب لديها حظوظ باعتبار أن الفصائل المسلحة ستبتز الناخبين من أجل انتخاب حزبهم مثلا، وبالترهيب وبالترغيب أيضا باعتبار أن هذه الأحزاب تمتلك أموالا طائلة وتستطيع أن تفرض قوتها. على ما يبدو أستاذ لبيد، يبدو أن الدوائر الانتخابية وتقسيمها ليس محل الجدل الوحيد بين ما يسمون أنفسهم شركاء العملية السياسية، لكن
تطبيق استخدام البطاقة الإلكترونية أو ما يسمى بالبطاقة البيومترية للتحقق من شخصية الناخب محل جدل أيضا. السؤال هنا، لماذا الجدل على وسيلة إثبات وأداة شفافية من المفترض أن تكون كذلك؟ نعم، لأنه هذه المسألة إذا طبقت الوسيلة الإلكترونية في مسألة الانتخابات، بالتالي ستبطل البطاقة الانتخابية الأنالوج التي استخدمت طيلة الفترات الماضية. هذه البطاقة كما نعلم يتم شراؤها، هاي البطاقات الورقية والورق المقوى يتم شراؤها بالفلوس يعني، وبالتالي شراء بطاقة يعني شراء صوت. العملية الإلكترونية تحرم الأحزاب الفاسدة، الأحزاب القائمة التقليدية من هذه القدرة على التزوير. طبعا لا تحرمها حرمانا كاملا من التزوير، لأن عملية التزوير ممكن أن تقوم طالما هناك غياب لأي إشراف دولي على الانتخابات، خصوصا هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المستقلة العالمية. يجب أن يكون لديها حضور حتى نستطيع أن نقول أن الانتخابات ربما تتمتع بحد أدنى من النزاهة. غياب هذا الإشراف سيفتح الباب أمام التزوير، لأن اللجنة العليا للانتخابات هي نتاج فساد أيضا، يعني كل ما الدولة فاسدة، النظام فاسد، فكل ما تنتجه هذه الدولة هو قابل لأن يكون فاسدا. لذلك فاللجنة العليا، نهاية اللجنة العليا للانتخابات وفروعها في الدوائر الانتخابية الأخرى الفرعية، هذه إذا كان فيها فساد فمعناها هناك قدرة على للأحزاب والكتل السياسية على التسلل إليها وإفسادها وتزوير الانتخابات بالتالي. نعم، عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو، شكرا جزيلا لك.